أهلا بكم مشاهدينا الكرام. سارع جدا لنا اليوم تأتيكم من ولاية تيارت. يتخوف الكثير من الجزائريون من ارتفاع أسعار المواشي بسبب جائحة كورونا، لهذا برنامجنا زار سوق بيع المواشي بتيارت لرصد كيف هي الأسعار وحال السوق. التصريحات كانت بميكروفون مراسلنا من ولاية تيارت ديار بن داود، وتسجيل هذه التصريحات كان قبل قرار غلق أسواق المواشي. تابعوا معنا. السوق راه طايح، ما عطينا 25 و70. كورونا اثرت على الاقتصاد، كورونا عذبتنا، الشاري ماشي يدخل من بعيد. لا رخيصه ياسر، كاع رخيصه والله، غير رخيصه على السنين هذه اللي فاتت. العياده زينه والله، من 3 ملايين لحتى ل 5 ملايين تاكل وترحم. السوق راه مليح في السوق، السوق راه مليح، راه بالمستوى، ماهوش غالي غالي وماهوش رخيص رخيص. هابط خروف تاع 3 مليون 2500 بيا كاع، رحمه ربي كاع. ونقولوا ربي ان شاء الله يرفد علينا هذا الوباء. والمال راه باطل، السوق راه باطل، العلو تاع 4 ملايين راه داير 2 ملايين، راه النص والنص. هذا المرض هذا اثر علينا بزاف، اثر علينا بزاف، نقبلنا مع المال راه قاعد عندنا، والاسعار فاني راهي هابطه. السنه راه تقريبا باطل، خاطر ما حصدناش، الربيعه ما كانش. حاضر شنو راه دير؟ راه دير 2 ملايين و700 تاع التضحيه، دير 3 ملايين، مخيره راه دير 2 ملايين ونص. دوك الو سامنوا لك دير الربعه، دوك دير 35. التجار مال فين يجونا من هاك ومن هاك، يجونا من الجزائريين، يجوا من وهران، يجوا من بلا كل بلاصه، يجوا يدوا المال منا. السنه راهم دايرين لهم الحجر ما جاوش. دوك اللي يدير لا يخرج على السبعه تاع النهار، دوك على السبعه يقلع من الجزائر ولا من وهران، قاش يلحق هيك السوق تفركت، ما عندهاش كيدير، يجي بات ما يعطيكش يجي بات. هذا بالسبب هذه راه طاح المال، طاح بزاف بزاف بالنسبه للامسنا، طاح ياسر. وبالنسبه للراسيو راه نخاله دايره 360، نخاله راه دايره 360، خلينا ما كاش درا ولا فارينا ولا نخاله دايره 360. يا ترى 360 هذا الموال يخرج في الاضحيه كي يبيعها اليوم، يبيعها ب 3 ملايين ما يخرجش. والثانيه راه كيما نقولوا التناقل راه قليل، لا يجيك واحد من بويره ولا يجيك من بياتنا ولا ما كانش، ما يجيك حتى واحد. غير ولات البلاد يدوروا بعضهم، ما كاين لا سوم ولا كتب يا ايدي، كاين واحد راه يخرج في المال ما كاينش. السوق هو مازال لحد الان ما باش السعر تاعها، مازال لحد الان ما تحركش، خاطر الشاري ما باش يشري راه يخاف، العلف غلا، راه فيه الاحتكار يدسوا فيه للشتاء، قال لك الموال راه يشريه غير برخيص، هما راه يدسوا فيه للشتاء على بالو يبيعوه بالاضعاف. لو تجيب انت يا تربيه عام، تربيه عام الخروف يجي هنا يجي اللي يشري يشري عليك باطل. انا ما نقدرش نبيع. والمال راه غير هود، ماشي غير كيما نقولوا حنا يزيد يقلى ولا، راه غير ينقص. والراسيو راه قالي، ذاك النعجه دير مليون و500، والشعير كتروح لاصحاب الكراجات يقول لك 320 320. عتبر راه يقول لك راه عندنا يدير 25، تروح تشري ب 300 تشري ب 30000. نعانوا من الماكله تاع الزوايل، نعانوا من الطريق، من الماء، والله غير انا نعانوا والله. راه رخيص رخيص بالبزاف كاع، راه مازال رخيص، وراه غير في السوقين ملي راه حل، راه رخيص المال، المال راه رخيص، رانا غير نسلكوا برك. الموال وين راه رايح؟ الموال نقول لك كما قال الحاج كان يهضر قبلي، الموال رايحين ينقرضوا، فهمني خويا؟ الموال رايحين ينقرضوا، ما غاديش يقعد واحد يسموه موال، خاطش علاه؟ الموال دروك عنده المال تاعه، قدامه 500 مليون تتمشى، النهار اللي يجي للسوق مديان، موين؟ ما كاينش وين يبيع. خروف يرحم بابك، خروف داير 800000، فيها 15 كيلو داير 800000، خروف اللي تاع الذبيحه تاع الموس داير 22 23، كان وقت فات يدير 3 ملايين. يسمى نقول لك حاجه باللي الموال راه يعاني لاقصى درجه. الماكله غاليه، ماكله ولادنا ورانا خطات ما نسيبوهاش. نتفاهموا زيد، حنا رانا مغبونين بزاف، رانا في الظل، الطرق ما عندنا، التريسيتي ما عندنا، الضو ما عندنا، قبينه كبيره يا جماعه. الله ينعس الشيطان، ها شوفوا فينا شويه، عاونوا الناس، عاونوا الموال. والله هي الموال اللي راهم يعانوا واحد المعاني، علاه؟ عانوا من الرشيو. اللي الدوله لك راه يشوفوا الموال، على بالك باللي ما كاينش اللي يشوف فيهم كاع. الموال ما عندهم حقوق، لا في الاسورونس، لا هذيك الملحه، ما عندوش. على بالك باللي الموال والله لا في واحد الدرجه اللي ما تصورش كاع. وزادونا هذا المرض حبس كل شيء، هو حبس الاسواق، حبس كل شيء. هذه اللي تسمعها من عندي ولدي، احنا رانا في الخاطر
واللي قعدت الحيه كيما هكا ما تكونش حيه مليح. طب اعطينا فيه دوك في السوق اعطيني 25 26 والله لها بزاف وشيري راه قليل راه ما كاش دوك تما لا فيها يد لا والو والله لا بزاف. بالنسبه للمواله راهم شويه كي والو السنه حاجه زيروا عليهم بالبزاف وزاد زياده الناس راه ركبها الدين في ذي 4 اشهر كان اللي ما باعش الشا ما باهاش راه فيها الدين الناس يا الدين تاع الراسيون راه فيها المشاكل والمواله. نقول لك الخدمه هذه غادي يبطلوها كاع والله اني عود اللحم يسوى 400 لا اليوم ياكلوا هم ياكلوا فيه بالمنينة الوقايه من الحال يعودوا يشروا اللحم 400 علاه الراسيون راه غالي يا قد ما يبيعها ها هو عندي كاين شحال هذه مش حركه لي كاين لي مليون و300 تجيب تاع تبيعها ب 12 ونسيبها انت ونسيب راس المال يا يوم وش فيش النخاله ب 320 الشعير ب 330 انا خبر خويا في بلاصتو باه نردوه نحاولوا تبنها والحسيده كاريه تاع مليون انا خبرك